مرحبا بكم طلاب الصف الثامن الأساسي في هذا اليوم، حيث سنقوم بالإجابة عن أسئلة بطاقة المراجعة. في البداية نرى أمامنا مجموعة من الأهداف التي من المفترض أننا قمنا بتغطيتها، منها قراءة القصة قراءة صحيحة، قراءة صحيحة تراعي الشروط، وأن يدرس التلميذ بنية السرد القصصي في النص، يميز بين الجمل الخبرية والإنشائية، وأن يعرف أنواع الجمل الإنشائية وصياغها، وأيضا أن يكتب قصة خرافية مراعيا الشروط. لازلنا هنا في الدرس الثاني الذي كان بعنوان عدالة قرد في محور القصة، حيث سنتناول سؤالا طرح من خلال هذا النص متعلق، وسؤال هذا يتعلق بالجمل الإنشائية والجمل الخبرية. طبعا ركلنا الجمل الخبرية هي الجمل التي تحتمل الصدق والكذب، يعني يصح أن يقال لقائلها أو لصاحبها بأنه صادق أو كاذب في هذا الكلام. أما ما نريد التركيز عليه فهو الجمل الإنشائية. إذن فالجمل الإنشائية تنقسم إلى قسمين كما تحدثنا سابقا. القسم الأول يسمى إنشاء طلبيا، والقسم الثاني إنشاء غير طلبي. بالنسبة للإنشاء الطلبي قلنا يندرج تحته الأمر، النهي، النداء، والاستفهام، والتمني. أما غير الطلبي فيندرج تحته التعجب والمدح والذم. نلاحظ هنا الإنشاء الطلبي الأمر قل هو الله أحد، إما أن يكون هذا الأمر باستعمال فعل الأمر بشكل صريح، أو باستعمال كلمات وأسماء وغير ذلك تدل أو تحمل معنى الأمر أو معنى الطلب. النهي طبعا باستعمال لا الناهية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الاستفهام أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاستفهام هنا هو طلب جواب من المخاطب. النداء يا ربي عظمت ذنوبي، هنا يا ربي هذه الياء حرف نداء تدل على النداء. التمني ألا ليت الشباب يعود يوما من أبرز عناصره الحرف المشبه بالفعل ليت. أما الترجي فهو شبيه للتمني ولكنه أعلى درجة منه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا لعل تفيد الترجي، وأيضا يمكن أن نستعمل الفعل الناقص عسى أيضا ليفيد الترجي في هكذا نوع من الجمل. وتحدثنا عن الجمل الإنشائية غير الطلبية، وقلنا أنها تحمل شعورا معينا تجاه شيء معين كالتعجب، ما أعظم أن تجتمع كلمة أمتي، ما أعظم الرسول، ما أجمل السماء. أسلوب المدح نعمة، أسلوب المدح من أشهر أفعاله نعمة وحسنة، هذان الفعلان يدلان على المدح، يعني على رفع قيمة الشخص الذي نتحدث عنه. أما أسلوب الذم فهو بعكس المدح، كما نريد هنا الرفع من شأن هذا الشخص، ولكن في الذم نريد أن نحط من شأن هذا الشخص الذي نتحدث عنه ونقلل من قيمته. وأبرز الأفعال التي تستعمل ضمن صيغة الذم بئس وضعف
وكبر. طبعا الأشهر هو الفعل بئس، بئس الخلق الكذب، يعني الكذب خلق سيء جدا. نأتي إلى السؤال المطروح حول هذا الدرس. حدد نوع كل جملة من الجمل الإنشائية الآتية ذاكرا صيغتها. يعني أن يجب علينا تحديد نوع الجملة، هل هي إنشائية، هل هي جملة إنشائية طلبية، أم هي جملة إنشائية غير طلبية. ثم بعد ذلك علينا تحديد صيغة هذه الجملة، هل هي استفهامية، هل هي تعجبية، هل هي تابعة للمدح للذم وما إلى ذلك. فلنبدأ بالجملة الأولى، ما اسم هذا التلميذ الجديد؟ هنا يطرح سؤالا والجملة تنتهي بعلامة سؤال، بعلامة استفهام. إذا الجملة هنا إنشائية طلبية، تحمل طلبا، طلب جواب من المخاطب. ما هي صيغتها؟ الاستفهام. الجملة الثانية، ما أجمل الحياة في الريف؟ هنا هذه الما تفيد التعجب، وأيضا لدينا علامة تعجب هنا، والتعجب هو من الجمل الإنشائية غير الطلبية، وما هي صيغتها؟ طبعا التعجب. نعم الصفات الصدق، هنا نلاحظ وجود الفعل نعم، على ما يدل هذا الفعل على المدح. إذا هنا لدينا أيضا جملة إنشاء، لدينا هنا جملة إنشائية غير طلبية، صيغتها ماذا؟ المدح بسبب وجود الفعل نعم. ننتقل إلى الجملة الرابعة، عليكم متابعة دروسكم بنشاط. نوعها جملة إنشائية طلبية، لماذا طلبية؟ هنا عليكم، هنا الجار والمجرور حمل معنى الطلب، حمل معنى الأمر دون أن نستعمل فعل الأمر. إذا هنا نقول أننا أمام جملة إنشائية طلبية، صيغتها ماذا؟ صيغتها الأمر، ولكن هذا الأمر غير مباشر. بئس الصديق الكاذب، هنا بئس أيضا هذا فعل يستعمل للذم، معنى ذلك أن هذه الجملة إنشائية. هل هي طلبية؟ هل هناك طلب؟ هي جملة إنشائية غير طلبية. ما هي صيغتها؟ الذم. ليت أيام الطفولة تعود من جديد. هنا بماذا بدأت الجملة؟ بدأت بليت. ليت ماذا تفيد؟ تفيد التمني. إذا لدينا جملة إنشائية طلبية، يعني أنا أطلب، أتمنى أن تعود أيام الطفولة. ما هي صيغة هذه الجملة الإنشائية؟ صيغتها التمني. ننتقل إلى الجملة السابعة، يا سعيد انتبه من غدر الأعداء. هنا عندما أنادي سعيدا أقول يا سعيد، ماذا أفعل هنا؟ ألا أطلب منه أن ينتبه إلي؟ إذا أنا أناديه بواسطة حرف النداء، وهذا النداء يحمل طلبا، إذا الجملة إنشائية طلبية صيغتها النداء. الجملة الأخيرة، عسى الله يسامحكم على أخطائكم. هنا عسى ماذا تفيد؟ تعلمناها سابقا، تفيد الترجي. إذا الترجي يعني الطلب من الله. إذا هنا لدينا جملة إنشائية طلبية، صيغتها ماذا؟ صيغتها الترجي. من المؤكد أنه علينا حفظ هذه الصيغ لكي نعرف نوع الجمل الإنشائية إذا كانت طلبية أو غير طلبية، وما هي الصيغة التي بنيت عليها. ننتقل الآن إلى موضوع التعبير. كنا قد قلنا بأن الموضوع أو بأن نص الموضوع هو الآتي، هاجم الغابة مخلوق غريب فطاح بها وبأفرادها
لكن الحيوانات لم تسكت، فاجتمعت ودار الحوار بينها، إلا أنها انقسمت إلى مجموعتين. الأولى اقترحت استخدام الحيلة والذكاء للحل، والثانية اقترحت القوة والعنف. أسرد ما دار بين الحيوانات متدرجا إلى الحل، فالوضع النهائي مراعيا بنية السرد القصصي. علينا هنا أن نروي أحداث هذه القصة بطريقة مشوقة وجميلة، مراعية هذه الأحداث الموجودة أمامنا. يعني كل الأحداث تقريبا موجودة أمامنا، ننتقل إلى فقط علينا نحن أن نضيف الحل والوضع النهائي. وهنا كمساعدة لكم في موضوعنا الأول المتعلق بالتعبير، أعطيتكم هذا التصميم. هذا التصميم يساعدنا في عملية بناء الموضوع بشكل أفضل أو بشكل أفضل وبشكل مرتب وواضح. نحن لا نبدأ موضوعنا مباشرة بدخول الحيوان الغريب إلى الغابة. لماذا؟ لأن دخول هذا الحيوان هو ليس أو لا يأتي في بداية القصة، لأنه الحدث المبدل يأتي بعد الوضع الأول. وقلنا عادة الوضع الأول تكون فيه الأمور هادئة ومستقرة، حيث نتحدث عن زمان ومكان وبعض الشخصيات. ثم بعد ذلك في الفكرة الثانية ننتقل للحديث عن دخول الحيوان وأحداث القصة المختلفة. إذا نبدأ هذه القصة بماذا نبدأها؟ بالحديث عن أجواء هذه الغابة قبل دخول الحيوان إليها. بالتأكيد أن الجميع كان يعيش سعيدا، والتعاون والمحبة وما إلى ذلك، كل هذا يعني نبدأ به مقدمتنا بالنسبة للموضوع. فنقول هناك غابة هادئة تعيش فيها الحيوانات بسعادة. هنا نقول بسعادة أو بهناء وسعادة. طبعا هذه مقدمة مختصرة، يعني أنتم عليكم أن تتوسعوا ضمن هذا الكلام، يعني بسطرين أو بثلاثة أسطر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صلب الموضوع لنتحدث عن دخول الحيوان. نقول مثلا: وذات يوم دخل أحد الحيوانات الغريبة إلى الغابة وقد طاح بالحيوانات. ونبدأ بالحديث عن التفاصيل، يعني نتوسع في أحداث القصة. ماذا فعل بالحيوانات؟ ممكن أن نقول هاجم الأرانب، قتل صغار بعض الحيوانات، وكان يضرب الحيوانات ويقتلها ويأكل الحيوانات الأخرى. كل هذه الأشياء يمكن أن نذكرها، ولكن بعد عدة أحداث تجتمع الحيوانات في مكان لتبحث عن حل للتخلص منه. طبعا عندما أثناء الاجتماع وأثناء الحديث انقسمت الحيوانات إلى مجموعتين. الأولى اقترحت استخدام الحيلة والذكاء للحل وللقضاء على الحيوان، أما الثانية اقترحت القوة والعنف. يجب أن نفصل هنا ماذا يعني الفئة أو الحيوان. المجموعة التي اقترحت الحيلة والذكاء يجب أن نحدد ماذا اقترحت، ما هو الحل الذي قدمته. وأيضا المجموعة الثانية اقترحت القوة والعنف، أيضا ما هي فكرتها وماذا كانت تريد أن تفعل. علينا أن نفصل هنا. بعد ذلك علينا أن نصل إلى الاتفاق بين المجموعتين على تحضير فخ للإيقاع بالحيوان. هنا نتحدث عن ماذا؟ عن الاتفاق وما هو الفخ الذي تم تحضيره. بعد ذلك نجاح الخطة والقضاء على المخلوق الغريب.
الخاتمة طبعا كيف تكون؟ ستكون بعودة الأمور إلى طبيعتها في الغابة حيث الجميع سعداء، يعني أعيد تعود الأمور إلى حالة الاستقرار التي بدأت بها في بداية القصة. هكذا نقوم بكتابة موضوع في التعبير.